النشرة الثانية عشرة من الأونلاين. مشاهدي الكرام أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين مصر والولايات المتحدة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الأمريكي الذي أكد خلاله قوة علاقات الصداقة بين البلدين، كما أعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها. افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس افتتحا منتدى الأعمال المصري السنغافوري وبحضور وزير التجارة والصناعة السنغافوري وممثلين عن 76 شركة سنغافورية. وأكدت نصر في كلمتها على الجهد المبذول في دعم مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أعربت عن تطلعها لزيادة التعاون وأشارت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر. كما أكدت أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار. ومن جانبه أكد الفريق ماميش الفرص الاستثمارية الكبرى في محور تنمية قناة السويس، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في مجال الموانئ وصناعة السفن وتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونقل خبرات الجانب السنغافوري إلى نظيره المصري في تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بدأت قبل 51 عاما ولا تزال تحرز تقدما يوما تلو الآخر، العلاقات المصرية السنغافورية تمتاز بترابطها واقترابها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية. في العرض المعلوماتي التالي نستعرض معكم أبرز الأرقام في العلاقات المصرية السنغافورية. استعرض وزير الخارجية سامح شكري سبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر وبريطانيا مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، وذلك خلال زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه منصبه الجديد. كما استعرض شكري خلال اللقاء الجهود التي قامت بها الدولة لتأمين المطارات المصرية، بالإضافة إلى تقديم شرح لمختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، وبما في ذلك إصدار قانون الاستثمار الجديد. وفي تصريحات خاصة لأونلايف قال وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط قال إن بلاده حريصة على إدامة العلاقات الثنائية مع مصر، وأشار إلى أن بلاده تراقب أنشطة جماعة الإخوان ومصادر تمويلها، كما أنها تعمل على تعزيز التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب. قمنا بمراجعة لنشاطات جماعة الإخوان المسلمين وتوصلنا لقرارات صارمة في التعامل مع قضايا التمويل والوصول للنشاطات الخيرية والدخول للمملكة المتحدة، حيث لم يكن لدينا أي اتصالات بالحكومة لما يقرب من 4 أعوام، ولكن قوانيننا الخاصة بالإرهاب أبعد من ذلك. يوجد العديد من الجوانب لهزيمة الإرهاب، فيجب محاربة الإرهاب بشكل مادي، والجهود التي تبذلها قواتكم في سيناء هي برهان واضح لإصرار على مواجهة والتصدي لمن لن يغير النهج الإرهابي ولا يمكن إعادتهم للصواب. وأكد بيرت أن العديد من الشركات البريطانية تسعى لافتتاح مقرات لها في مصر، لافتا إلى وصول وفد تجاري من المستثمرين البريطانيين إلى مصر خلال شهر لبحث فرص الاستثمار.
نحن حريصين على الحفاظ على هذه الاستثمارات، حيث وصلت الاستثمارات إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه إنجليزي منذ 2011، وهذه استثمارات مباشرة تأتي من شركات مقرها بالمملكة المتحدة. وهناك المزيد قيد الإعداد، حيث أن هناك شركات جديدة يتم إنشاؤها والتي تنوي الاستثمار في مصر. وأيضا مبعوثنا التجاري جيفري دونالدسون، والذي يترأس وفد فيصل خلال شهر للبحث عن فرص جديدة للاستثمار في البنية التحتية، وبذلك نحن نبحث عن فرص جديدة بشكل دائم، ونطمئن المستثمرين في بلدنا أن مصر بلد جيد للاستثمار. مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل الهاتفية من لندن معنا الإعلامي المصري خالد مصطفى. أستاذ خالد صباح الخير. ربما زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا وزيارته إلى مصر واستعراضه أيضا العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تشير، أو التوقيت نفسه يشير إلى مجموعة من المؤشرات. بالفعل زيارة أليسا فيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط زيارة هامة وفي موعد هام جدا. تصريحاته كلها تؤدي إلى نوع من انفراجة مبدئية للأزمة الدائرة حاليا في العالم ومقرها لندن، لأن جماعة الإخوان المسلمين يعني تستغل من وجودها داخل المملكة المتحدة كقاعدة ارتكاز وانتشار لكل دول العالم. تصريحاته جيدة، انا اعتبرها انها تصريحات جيده، واتمنى ان يكون هناك تفعيل لهذه التصريحات. ولكن هل بريطانيا كان يخفى عليها ان الاخوان المسلمين يخفون الاجنده المتطرفه في مصر؟ طبعا أشك بالتاكيد لا، ولكن هناك اكيد تطورات ادت الى هذا الموقف البريطاني. بريطانيا دقت الامرين خلال الخمس شهور الماضيه. ووضح من سرية التحقيقات خلال آخر ثلاث حوادث أن لجماعة الإخوان ضلوع، أو من يتبع جماعة الإخوان ضلوع في بعض الهجمات الإرهابية داخل لندن. وبريطانيا بالتأكيد تشعر أن مصر لها بعد استراتيجي وأمني قد يؤثر على المنطقة بالكامل وقد يؤثر على العالم. فأنا سعيد جدا بتصريح أليس فيرت، وأتمنى أن لا تنهج الحكومة منهج توني بلير عندما تمت الدراسة وتوصية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية عام 2015، وفي غفلة قد سحب توني بلير هذه الدراسة وأطاح بكل. اسمح لي أستاذ خالد، يعني تداعيات الموقف البريطاني من جماعة الإخوان المسلمين من مراقبة أنشطتهم وكذلك مصادر تمويلهم، تداعيات هذا الموقف على غرب أوروبا أو على الموقف الدولي بشكل أو بآخر؟ وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتيح لها بعض الشيء السيطرة على بعض الأمور المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين. أغلب الجمعيات الخيرية بريطانيا قد تكون لا تسيطر عليها، لأن أغلب الإعانات هي إعانات عينية وليست عن تحويلات بنكية. وأعتقد بريطانيا لم توفد مندوبها الأساسي والمسؤول عن ملف الشرق الأوسط ليصرح بهذه التصريحات داخل القاهرة، إلا وقد تأكدت بالفعل أن هناك بعض الأخطاء التي تحوم حول جماعة الإخوان المسلمين، وباتت الإدارة البريطانية مقتنعة تماما لذلك. أرسلت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط لكي يطمئن المصريين أن بريطانيا في طريقها لأن تسيطر على عملية التحولات، لأن تسيطر على عملية التأشيرات المفتوحة دائما، وأن تسيطر كمان على عملية اللجوء التي يسعى إليها جميع قادة الإخوان المسلمين بمختلف دول العالم. ما حدث في بريطانيا هو من يشجعها للحرص الشديد للوقوف بجانب مصر في هذه المحنة. شكرا جزيلا الإعلامي المصري خالد مصطفى من لندن، معلقا على زيارة وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا من مراقبة أنشطة جماعة الإخوان ومصادر تمويلها. شكرا جزيلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
البيت إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي وصول 11700 حاج إلى الأراضي المقدسة لتأديت فريضة الحج، وذلك من أصل 12000 حاج من المقرر تأديتهم للشعيرة المقدسة. كما تاهبت إدارة أمن الحج والعمرة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين، حيث اتخذت كافة التدابير الأمنية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن قد لبوا النداء وأتوا من كل فج عميق، وحفاظا على سلامة ضيوف الرحمن فقد تأهبت إدارة أمن الحج والعمرة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين، حيث اتخذت كافة التدابير الأمنية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن. ويتمثل أمن الحج والعمرة في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وقد وضعت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في مكة المكرمة خططها الأمنية اللازمة والخطط الوقائية للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم. كما أنهت وزارة الداخلية السعودية كافة الترتيبات لانتشار القوات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ لمواجهة المخاطر الافتراضية التي تضمنتها الخطة، وتتضمن خطة الدفاع مهام وتعليمات السلامة لجميع العاملين في المشاعر المقدسة، ومنها منع إغلاق مخارج الطوارئ والتأكيد على وجود اشتراطات السلامة في المخيمات ومساكن الحجاج، وتعميم هذه التعليمات على مؤسسات الطوافة، وتصميم وتنفيذ مواد للتوعية بأضرار المخالفات لتعليمات الأمن والسلامة بلغات عدة وطرحها على الحجاج، وتقديم الرسائل التوعوية بمختلف الوسائل الإعلامية وبثها في الشاشات الموجودة في الحرمين الشريفين. لم تدخر وزارة الداخلية السعودية جهدا في خططها وتدريباتها لتكون على أهبة الاستعداد لتأمين ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بأمن وسلام. أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن الوزارة تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسة للشبكة، وذلك بإجمالية تكلفة تبلغ مليار دولار من خط القاهرة الإسكندرية. كما شدد عرفات خلال اجتماع مع الشركات المنفذة للمشروع على ضرورة تكثيف الأعمال وتقديم جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال، وكذلك ضرورة التزام الشركات بالجدول الزمني المقدم. تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من استعادة السيطرة على حي المعلمين ثالث أحياء العفر في إطار المعارك المستعرة مع العناصر المسلحة لتنظيم داعش. وأوضح مصدر عسكري أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من الوصول إلى مشارف حي النداء، فيما تواصل قوات الشرطة الاتحادية تطهير المناطق المتبقية من حي الوحدة، مضيفا أن قوات من النخبة تتقدم باتجاه حي الربيع غربي تل العفر استعدادا لاقتحامه. انهيار في دفاعات داعش وخسائر متلاحقة يتكبدها التنظيم الإرهابي منذ انطلاق معارك تحرير قضاء تل العفر في محافظة نينوى. وبحسب خلية الإعلام الحربي العراقية فإن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الصناعة الجنوبية ومنطقة الكفاح في غربي القضاء، كما تمكنت الفرقة 16 من التوغل على الطريق الدولي الرابط بين الموصل وسوريا، في الوقت الذي حققت الفرقة 9 مدرعات تقدما من الجهة الشرقية بتحرير مرتفعات مهمة ومطلة على الحي العسكري. ومع دخول معارك تل العفر أسبوعها الثاني بلغ عدد قتلى تنظيم داعش نحو 300، ووصل عدد العبوات الناسفة التي تم إبطال مفعولها إلى 750. قتل 302 إرهابي، تدمير عجلة مفخخة 33، تدمير عجلة مختلفة 6، معالجة عبوات ناسفة 752. وتدور المعارك في تل العفر بدعم من قوات التحالف الجوي التي تقدم الإسناد الجوي المباشر للقوات العراقية التي تقاتل على الأرض. ضرباتنا الجوية دمرت 200 موقع لداعش في العديد من المواقع داخل قضاء تل العفر، من بينها معامل تصنيع المفخخات والعبوات الناسفة التي اختارها داعش لتكون سلاحه المميت، والعمليات ستكون أكثر صعوبة وشراسة مع الاقتراب من مركز القضاء. باهتمام إقليمي ودولي
تدور معارك تل عفر، فللمدينة موقع محوري بين الموصل والحدود السورية، ويشكل تحريرها انتكاسة جديدة لتنظيم داعش وأساسا لنهاية وجوده في شمال العراق. مشاهدي الكرام، لمزيد من التفاصيل حول الوضع في العراق خاصة تل عفر معنا السيد درغام الزيدي محلل سياسي من بغداد. سيد درغام مساء الخير. ربما ما يحدث في تل عفر وفي نينوى وفي مجموعة من الأحياء العراقية يؤكد أن انتهاء داعش قد قارب. هل هناك أسباب رئيسية لهذا التراجع في داعش؟ هل التمويل الذي ربما تمت محاصرته ربما أثر بشكل أو بآخر؟ سيد درغام، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد درغام الزيدي المحلل السياسي العراقي. سوف نعاود الاتصال به مرة أخرى حينما يتاح. قتل 34 عنصرا من قوات الجيش السوري إثر هجوم شنه تنظيم داعش لاستعادة مناطق كان الجيش سيطر عليها في محافظة الرقة حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذا وتمكن التنظيم من استعادة السيطرة على مناطق واسعة شرق محافظة الرقة وطرد القوات السورية منها خلال المعارك التي ضرب بالأمس. هذا ويقود الجيش السوري منذ مايو الماضي حملة عسكرية واسعة ضد داعش لاستعادة محافظة دير الزور عبر ثلاثة محاور، هي جنوب محافظة الرقة والبادية جنوبا فضلا عن المنطقة الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية. قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر إن جماعته سيطرت على معظم جيوب تنظيم داعش على الجانب السوري من الحدود مع لبنان في هجوم مشترك مع الجيش السوري. وقال نصر الله في خطاب متلفز إن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق هدنة مع داعش بدأت بالتوازي مع القتال، لكن الأرجحية هي العمل العسكري. هذا ويقاتل حزب الله المدعوم من إيران مع القوات السورية منذ الأسبوع الماضي لطرد مقاتلي داعش من منطقة القلمون الغربي في سوريا. لقي 12 يمنيا حتفهم من بينهم 6 أطفال في ضربة جوية بالعاصمة اليمنية صنعاء في منطقة فج عطان. وقال شهود عيان إن الهجوم يعتقد أنه تابع لطائرات التحالف العربي الذي يشن حملة منذ 2.5 العام ضد الحوثيين. وفي سياق منفصل دعا مكتب مفاوضات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتحقيق مستقل في ضربات جوية نفذ التحالف على فندق بالعاصمة اليمنية صنعاء هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا بالإضافة لسقوط مدنيين في ضربتين أخريين. على صعيد آخر، هاجم رئيس حزب المؤتمر الشعبي باليمن علي عبد الله صالح شركائه في التمرد وهم ميليشيات الحوثيين بعد اتهام الأخيرة للقادة في حزبه بالخيانة وتمهيدها لمحاكمتهم. وقال مكتب صالح في بيان إنه يرفض إدراج سلطان البركاني الأمين العام المساعد بالحزب ضمن قائمة من 9 قادة في الحزب اتهمتهم الميليشيات بالخيانة. وكان زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في خطاب له إنه لن يقبل بأن يكون المؤتمر الشعبي مظلة حماية لمن ساهم بالفاسدين والخونة. وبلغ التوتر بين المتمردين ذروة بعد أن شهدت العاصمة صنعاء اشتباكات بين أنصار صالح والحوثيين عقب احتفالات حزب صالح بذكرى 35 لتأسيسه. قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن إدارة ترامب ملزمة بالسلام، إلا أن الأمر سيأخذ وقتا لتسوية قضايا الحل النهائي. ملتزمون بالسلام، ولكن هكذا جاء تصريح مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر عقب لقاءاته المكوكية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والتي بدأ منها عدم وجود انفراجة وشيكة أو تقدم كبير باتجاه إنهاء الصراع في الشرق الأوسط. الرئيس ترامب أرسلنا من واشنطن لبحث العلاقات السلمية بين دول المنطقة بأسرها، وهو متفائل جدا ويأمل في مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والإسرائيلي. نحن ملتزمون بالسلام، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت لتقريب وجهات النظر. الجهود الأمريكية لإحلال السلام استقبلتها السلطة الفلسطينية بترحيب حذر، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انفتاحه على أي مقترحات
تقود للسلام مع إقراره بصعوبة الوضع وتعقيداته. نحن نؤكد على أن هذا الوفد أيضا يعمل من أجل السلام، ونحن سنعمل معه للوصول قريبا إن شاء الله لما سماه الرئيس ترامب بصفقة السلام. نعرف أن الأمور صعبة وأن الأمور معقدة. على الجانب الآخر، فضل نتنياهو الحديث عن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة دون التطرق لأي مقترحات للسلام أو التراجع عن قراراته الأحادية في القدس. جولة جاريد كوشنر في الشرق الأوسط جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي بإمكانية التوصل إلى صفقة نهائية لإحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ورغم أنها لم تصل إلى حجم المأمول منها، إلا أنها بحسب محللين حركت الجمود الذي أصاب المفاوضات بسبب غياب الدور الأمريكي منذ سنوات. استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له بمقر القيادة العامة ببنغازي. هذا وقد بحث الجانبان خلال لقاء تطورات الوضع السياسي والعسكري في ليبيا. وفي تصريح نشرته وزارة الخارجية البريطانية قالت جونسون إن استقرار ليبيا وقدرتها على التصدي لخطر الإرهاب ومعالجة تحديات الهجرة تصب في مصلحة المملكة المتحدة، كما أشار إلى أن الشعب الليبي بحاجة لدولة مستقرة. على صعيد آخر، عاد أهالي مدينة بنغازي إلى مدينتهم وقاموا بإزالة الركام في أحياء المدينة التي تعرضت لقصف المدفعية الثقيلة والضربات الجوية خلال معارك طرد داعش. هذا وقد نجح الأهالي في انتشال ما تيسر لهم من بين أنقاض المباني المتهدمة، وساعد الأطفال في عملية التنظيف. بعد فترة زمنية وجيزة من إعلان الجيش الليبي انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي بشرق ليبيا ونجاحه في استعادة مدينة بنغازي بعد معركة ضارية، أعاد أهالي مدينة بنغازي إلى ديارهم التي كانت قد تحولت إلى أنقاض خلال معارك استمرت ما يربو على 3 سنوات. نزحنا باهي، نزحنا في مناطق برا باهي باش نحافظ على أولادي وباهي كل من الدواعش هذيم، ويوم اللي تحرر صابري فرحنا وجينا هنا سوق 11 وشارع الخطوط باهي. قومنا ما فكرناش في الألغام ولا فكرنا في عزة. في ظل أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية تجتاح البلاد مما يجعل إعادة البناء تمثل تحديا كبيرا، أهالي مدينة بنغازي عادوا إلى مدينتهم واستعدوا لإزالة الركام في أحياء المدينة التي تعرضت إلى قصف المدفعية الثقيلة والضربات الجوية خلال معارك طرد داعش. وقد نجح السكان في انتشال ما تيسر لهم من بين أنقاض المباني المتهدمة، وساعد الأطفال في عملية التنظيف. تنظيم داعش عندما فر من مدينة بنغازي قام بزرع الكثير من الألغام لتصبح عرضة للخطر في أي لحظة، ويصعب على المقيمين فيها تعميرها. ولكن بالرغم من هذا الخطر المحدق، قرر أهالي بنغازي العودة لمنازلهم وتعمير مدينتهم لدرجة أنهم تجاهلوا المخاطر المحتملة من الألغام الأرضية التي لا تزال مزروعة. تقارير صحفية قالت إن بعض أهالي مدينة بنغازي العائدين شكلوا لجانا شعبية من أجل التنسيق مع سلطات المدينة لإعادة تأهيل الكثير من الخدمات الأساسية. منطقة الصابري طبعا الصابري مقسم إلى 2، الصابري الشرقي والصابري الغربي. بالنسبة للصابري الشرقي منطقة زراعية فيها دمار كبير جدا. الصابري الغربي نسبة الدمار ممكن 25%. مشيرة إلى أنه منذ أسبوع نظم شبان حملات شعبية لإعادة تنظيف الكثير من أحياء المدينة وإزالة آثار الدمار والخراب. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. إقالة مئات الموظفين في تركيا وتعزيز السلطات أردوغان بموجب مرسومين جديدين. مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرة أخرى، نواصل جولة 12 من أون لايف. أكد وزير الخارجية التشادي إبراهيم حسين طه أن قطر تأوي بعض الجماعات المعادية لتشاد، كما أضاف في مداخلة هاتفية لأون لايف أن العديد من العمليات الإرهابية المعادية لتشاد حدث بدعم من قطر. تخوفنا كل من هذا الوضع، لأن إحنا دول ما زلنا نبني في استقرارنا ونبني في تنميتنا لشعوبنا معتادة التنمية،
ما محتاجين لهروب يعني في هذه الحالة. فإذا نسمع أن في حركات مدعومة من الخارج من جهات معروفة زي دولة قطر، نعم. يعني لازم أننا نمسك الحذر، وقواتنا مهيئة للدفاع عن الوطن يعني وتدافع، وعند الهجوم برضو ردوا القوة اللي هزمتنا الأيام الأخيرة بدعم قطري ورجعوا إلى حدود الليبية. فعلينا الحقيقة نحمي حدودنا بالنسبة للسودان، علينا مع السودان إننا قوة مشتركة للدفاع عن الحدود مع نيجر ونيجيريا، عندنا قوات مشتركة لمحاربة بوكو حرام، وعندنا 2000 عسكري موجودين في الساحل في مالي لمحاربة الإرهاب، وهنا في ليبيا عندنا حدود طويلة مع ليبيا، وعندنا قوة كبيرة لحماية الحدود من تدخل هذول الجماعات في الشعب. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن القرار القطري بإعادة السفير إلى طهران صاحبته حملة تبرير واسعة ومرتبكة. كما أضاف قرقاش على حسابه على تويتر أن أزمة قطر تضارب بمراهقة لا نظير لها، وأن عودة السفير إلى طهران يحرق الدوحة ويكشف تقيتها السياسية ويكشفه أمام التيار الحزبي المتأسلم الذي تبنته. يبدو أن الجهود التي بدأتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين في مواجهة سياسات قطر الداعمة للإرهاب والمهددة لأمن المنطقة لن تقف عند حدود المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية. الخطوة القادمة التي ستلجأ لها الدولة الداعية لمواجهة الإرهاب هي المجال القضائي بإعداد ملف شامل يوثق جرائم تنظيم الحمدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في خطوة جديدة لمواجهة مؤامرة قطر الراعي الرئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط، تعكف دول الأربع على إعداد ملف شامل يوثق جرائم تنظيم الحمدين وممارساته الإرهابية لتقديمه إلى الهيئات والمؤسسات الدولية وإدانة الدوحة أمام المجتمع الدولي، حيث ظهرت وثيقة من 55 صفحة تكشف عن الدعم الذي قدمته قطر لمجاميع الإرهاب في المنطقة والمحاولات التخريبية التي رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين. كما تسجل هذه الوثيقة البنوك والمنظمات التي من خلالها يتم تمويل التنظيمات الإرهابية. خطت الدول الأربع خطوة جديدة بلوجيها إلى تنويع أساليب مواجهة الموقف القطري، وشرعت ببلورة رؤية قانونية لإثبات رعاية الدوحة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفين. بعد ذلك دخلت منظمات المجتمع المدني على خط الأزمة، وجرى فتح تعاون حقوقي بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف لتوظيف الأدوات القانونية على المستوى الدولي كأحد المسارات المكملة لمواقف الدول الأربعة. الإجراءات شملت أيضا الاستماع إلى شهادات حية توثق جرائم قطر والتوجه لمجلس الأمن من خلال وزارة الخارجية بشكل رسمي، وأيضا تشكيل 3 لجان قانونية وتوثيقية وإعلامية لدعم التحركات السياسية، وأيضا جمع توكيلات من أسر الضحايا ومصابي العملية الإرهابية، والمطالبة أيضا بتعويض لضحايا الجرائم الإرهابية أو تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية بواقع 10 ملايين دولار لكل ضحية. أشكركم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة لهذا العرض السريع. بعد مرور أكثر من شهرين على قرارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر لتورطها في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، كشفت الأحداث تقدم قوات الشرعية في بعض البلدان التي تشهد حروبا أهلية، كما انحصرت أيضا العمليات الإرهابية في بلدان أخرى بالمنطقة، ما يؤكد التورط القطري في دعم حركات التمرد والتنظيمات الإرهابية في هذه البلدان بالمال والسلاح. نزلت مقاطعة قطر بردا وسلاما على دول المنطقة لم تعش دولها هدوءا واستقرارا كما عليه الحال الآن. بعد مضي أكثر من شهرين على المقاطعة سدت منافذ الإرهاب وقطعت شرايينه ووردته حين تم تضييق مصادر تمويله، كشفت الأحداث تقدم قوات الشرعية في بعض البلدان التي تشهد حروبا ضد الإرهاب، كما انحصرت العمليات الإرهابية في بلدان أخرى بالمنطقة. العراق قل فيه عدد التفجيرات الانتحارية حتى كادت تختفي، وحرر الجيش مدينة الموصل وقارب على تحرير مدينة تل عفر من تنظيم داعش الإرهابي،
فالعصابات الإرهابية التي تعتمد على الدعم المالي الكبير من تنظيم الحمدين والتنظيم الذي كان يسيطر على ثلث مساحة العراق اندحر في جميع مواجهاته ضد الجيش العراقي وقاب قوسين أو أدنى على الفناء. ولا يبدي العراقيون كثير استغراب لتزامن الهدوء النسبي الذي تعيشه بغداد وعدد من محافظات البلاد مع مقاطعة قطر بسبب ضلوعها في دعم الإرهاب، على الرغم من اعتيادهم على عكس ذلك في الحالات التي يتعرض فيها تنظيم داعش لانتكاسات عسكرية، إذ يلجأ حينها إلى تحويل الأنظار عن خسائره بالتفجيرات والاغتيالات في المناطق المستقرة أو شبه الآمنة. ولا يختلف الحال كثيرا في سوريا المجاورة، ولما لا والسبب واحد، انتصارات تالية للجيش السوري على مختلف جبهات القتال ضد مواقع التنظيمات الإرهابية. التقارير الميدانية تفيد بأن هزيمة الإرهابيين قد تحققت أسرع مما كان يتصور، حيث فقدوا السيطرة على العديد من الأماكن وانسحبوا منها، وإن استعادة السيطرة على كل هذه الجبهة لهي إنجاز كبير يسجل للجيش السوري في هذه العمليات. هذه الانتصارات التي جاءت بعد قرارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعة تنظيم الحمدين تعطي مؤشرا كبيرا على أن من يقف خلف تعطيل انتصارات الشرعية في تلك البلدان هي قطر. أعلنت الرئاسة التركية مرسومين بموجب قانون الطوارئ يعزز أحدهما سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويقضي المرسوم الأول بربط جهاز الاستخبارات بالرئاسة بعد أن كانت تخضع لرئاسة الحكومة، كما تؤكد ضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة. أما المرسوم الثاني فيقضي بإقالة نحو 928 موظفا في وزارات ومؤسسات مدنية إضافة إلى الجيش التركي. في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، قال زيغمار جابرييل وزير الخارجية الألماني إن تركيا لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان، متهما إياه بأنه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد. ومن ناحية أخرى، استدعت الحكومة السويدية السفيرة التركية لدى ستوكهولم احتجاجا على اعتقال السلطات التركية مواطنين سويديين في مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين. وقالت الخارجية السويدية إنها أبلغت المسؤولين الأتراك قلقها تجاه قضايا حقوق الإنسان في تركيا والتطورات المقلقة في هذا الجانب. وتأتي هذه التطورات على خلفية اعتقال الناشطين السويديين علي جروي والكاتب حمزة يلجن في تركيا. أعلن مركز معالجة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية عن إصابة 42 سائحا روسيا في تركيا بفيروس كوكساكي منذ يوليو الماضي. هذا وقد وصفت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق الإنسان الظروف في مدينة إنطاليا التركية بأنها غير آمنة صحيا بسبب تفشي هذا الفيروس. نظم عدد من الناشطين والصحفيين من منظمة مراسلون بلا حدود، نظموا وقفة احتجاجية في باريس تنديدا باعتقال تركيا للصحفي الفرنسي لبرو المعتقل في سجون تركيا قبل شهر بحجة صلته بوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية. بلافتات وهتافات كانت وقفة عدد من الناشطين والصحفيين وأعضاء منظمة مراسلون بلا حدود في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي الفرنسي لوبورو المعتقل في سجون تركيا قبل شهر مضى بزعم صلته بجماعات إرهابية. نطالب السلطات التركية بوضع حد لهذه العملية القضائية السخيفة في أسرع وقت، فليس من المعقول أن توجه اتهامات خطيرة لصحفي فرنسي منها الانتماء إلى منظمة إرهابية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أجرى اتصالا هاتفيا في وقت سابق بالنظير التركي أعرب خلاله عن قلقه الاحتجاز الصحفي لوبرو مطالبا بالإفراج عنه. كل يوم أنتظر الأخبار بأن يتم الإفراج عن ابني، ولا زلت واثقا من عودته قريبا حتى يتمكن من تقديم رسالته العلمية لجامعته في بروكسل. وكان برو البالغ من العمر 27 عاما قد أجرى تحقيقا في عام 2013 عن وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، بثته القناة الفرنسية لتضعه تركيا في قائمة المغضوب عليهم، إلى أن كان يوم 26 من يوليو الماضي حيث قام حرس الحدود التركي بمداهمة مكتب برو على الحدود مع العراق والقبض عليه بزعم صلته بالإرهاب. وتتهم السلطات التركية الصحفيين الأجانب بدعم الإرهاب عبر أعدادهم تقارير عن جماعات كردية انفصالية.
وهو ما يزيد من التوترات بين أردوغان والاتحاد الأوروبي لانتقاد حرية الصحافة في تركيا. استحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 دولة في حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام الحالي. مشاهدينا الكرام، ما زالت نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. اليابان تفرض عقوبات إضافية أحادية على كوريا الشمالية. عودة إلى مواصلة الأخبار من أون لايف. أعلنت اليابان تجديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال تجميد أصول شركات صينية وناميبية يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونغ يانغ، وفي سياق المساعي المبذولة لوقف برنامجها البالستي والنووي. وقد جاء قرار اليابان بعد أيام على قرار الولايات المتحدة فرض تدابير ضد 10 كيانات من الصين وروسيا لاتهامهم بتقديم مساعدة مالية لكوريا الشمالية. أرجعت المحكمة العليا التايلاندية لجلسة 27 من سبتمبر المقبل النطق بالحكم على رئيسة الوزراء السابقة يينغ لوك شيناواتار في اتهامات تتعلق بالإهمال. قالت المحكمة إنها ستسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق يينغ بعد عدم امتثالها أمام المحكمة. هذا وقد أثار المجلس العسكري والحاكم في تايلاند احتمال فرار رئيسة الوزراء السابقة من البلاد. أعلنت الجمعية التأسيسية بفنزويلا طرح الدستور الجديد الذي ستقوم بصياغته للاستفتاء. وقالت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسي رودريغيز إن عملية كتابة الدستور ستبدأ الأسبوع المقبل وتستمر 3 أسابيع. طالب مجلس الأمن الدولي ومن حكومة جنوب السودان إزالة العراقيل التي تواجه قوات الأمم المتحدة. وقال الرئيس الدوري للمجلس السفير عمرو أبو العطا، قال إن أعضاء مجلس الأمن يطلبون أيضا من الأطراف المتحاربة بجنوب السودان أن يوقفوا عملياتهم الهجومية. كما أضاف أبو العطا أن أعضاء المجلس سيعاقبون كل من يخرق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف القتال في جنوب السودان. يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين المقبل في باريس اجتماعا مع رؤساء وزراء ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وقادة أفارقة في محاولة لتنسيق الجهود في مواجهة أزمة المهاجرين. وقد دعا الرئيس الفرنسي رئيسي تشاد والنيجر من المقرر حضور المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بالإضافة إلى رئيسي الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني والإسباني ماريانو راخوي إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. أوقفت البحرية الأمريكية عمليات البحث والإنقاذ عن البحارة المفقودين بعد تصادم السفينة الحربية جون أس بسفينة تجارية قرب سواحل سنغافورة وماليزيا الأسبوع الماضي. وذكر بيان نشر للأسطول السابع الأمريكي أنه بالرغم من بقاء 9 بحارة في إعداد المفقودين إلا أن عمليات البحث توقفت بعد 80 ساعة دون التوصل لأي نتيجة. وقد أوضح البيان أن جهود البحث شملت 2100 ميل مربع شاركت فيها طائرات وغواصون من سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا. توجه الإعصار هارفي إلى سواحل ولاية تكساس ليجلب سيولا عارمة وارتفاع منسوب الأمواج. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن مركز الإعصار يوجد على بعد 480 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي في تكساس محملا برياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة. أشار المركز إلى أن هارفي سيصل إلى ساحل وسط تكساس خلال ساعات. فريق بحثي بالجامعة اليابانية المصرية يتوصل إلى طرق مبتكرة لتصنيع الجرافين. ويعد الجرافين بديلا لمادة السيليكون تم استخلاصه لأول مرة في عام 2004 على يد العالمين جيم ونوفوسيلوف. في
فريق بحثي بالجماعة اليابانية المصرية يتوصل إلى طرق مختلفة لتصنيع الجرافين، والذي يعد الثورة التكنولوجية الجديدة بعد عصر السيليكون، حيث يتميز الجرافين بقدرات وخصائص فيزيائية ومواصفات فريدة في الصناعات الإلكترونية. شرائح الجرافين هي رقيقة جداً وسمكها سمك ذرة كربون واحدة. شرائح الجرافين لها خواص ذات أبعاد ثنائية ولها مساحة سطح غير عادية، يعني الجرام الواحد من الجرافين مساحة سطحه يعادل فدان. دوت بي 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 بيجعل من الجرافين مادة عجيبة أو مادة بتخش في العديد من التطبيقات. ويعزز الفريق أبحاثه للاستفادة من الجرافين المنتج في عدة تطبيقات، مثل تصنيع الخلايا الشمسية وصناعة الهواتف المحمولة وأجهزة تسجيل الصوت والموسيقى وإنتاج الوقود. احنا ماشيين مع العالم في الموضوعات المطروحة لاستخدام الجرافين، بنحاول نتنقل الفترة الجاية لاستخدام الجرافين في تطبيقات حقيقية ممكن نستفيد منها في إنتاج صناعات صغيرة، في شركات صغيرة ممكن تكون بداية لتكنولوجيات تخرج من الجامعة المصرية اليابانية. تمكن الفريق البحثي من ابتكار مفاعل لإنتاج الجرافين بطريقة التحليل الكهربائي، وجري نشر عدة أبحاث علمية عن هذه التقنية لتحويلها على أرض الواقع. احنا في حاليا في سبيل تسجيلنا لتسجيل المفاعل لإنتاج الجرافين بطريقة التحليل الكهربي، وده أول مفاعل موجود في مصر ومش موجود زيه، وكميات انتاج الجرافين فيه عالية جدا. اللي انا عاوز اقول ان جرام الجرافين انتاجه ممكن بيعدي $100. بالطريقة المستخدمة احنا ممكن نوصل انتاج الجرافين جرام جرافين بضع من الجنيهات. مشترك مشاهدي الكرام، لن يتبقى من هذه الجولة من أونلاين سوى تذكرة بأهم العناوين. الرئيسان السيسي وترامب يؤكدان استمرار التشاور لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يؤكد أن بلاده تراقب أنشطة جماعة الإخوان ومصادر تمويلها. في معركتها مع داعش، القوات العراقية تتمكن من السيطرة على ثالث أحياء تل عفر وتستعد لاقتحام حي الربيع. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الجولة، لكننا متواصلون على رأس الساعة. إلى اللقاء.